قعدي بقى، ما بيقدر واحد يقعد لحاله بلا نقو تليفونات، يعني بدي اقعد على رواق. يا احلى يا احلى ريبال، فوت تفضل. ندى هون؟ اكيد. ندى يا ندى خليه يفوت. شو عم ببي الشنطة؟ يعني شو حضرتك بعت لها جريدة؟ هيك؟ شو عندك اليوم؟ ليه بقى؟ طلعت غدا عنا. يعني شو قصتكم كلكم لحقين تعال نتغدى تعال نتغدى؟ ما بدي اتغدى، بدي اقعد على رواق. بيسوى يعني؟ مش معقول كل وقت تعي وروحي ما ميت لحدا، انا كثير منيحة، مش معقول. باي باي. خلينا نتلفن لحكيم، بركة عم بترك كف مي. قلت لك مشي الحال، هلا بتروق. اكيد اكيد. عفوا اليوم معزومين على الغداء عند سامر، ورامي حل المشكل مع جانا، والمفروض اليوم تروح تسحب افادتها وتعترف بالحقيقه. خي يعني رامي بريء؟ وانا قلت لكم هيك، حتى بيكون عنده بنت مثل ندى وبيطلع بغيرها، بس ندى اللي عم تخبص برات الصحن. مدري شو صاير معها. ليك غدي حبيبي، قلبي، قره عيني، فيك تحل على ندى بقى؟ مع اساس صار في نور وخلصنا ولا شو؟ وين بعدك؟ غمض عيونك. نعم؟ غمض عيونك. ها. أكيد مغمض؟ شو بنفتح؟ برررم. شو هيدا؟ عم تطلب إيدي؟ طبعاً. هيدا خاتم خطبة نور. أقولك بيعجبها؟ إنه يعني المفروض يعجبها. ليه غدي؟ انت اكيد من حالك؟ ما عم تتسرع؟ اكيد ما عم بتسرع. بنات السيات صعبين، كل ما كمشتهم بزقوا من ايدك مثل السمكه. يعني هلا المفروض الخاتم يعقلها؟ ما كملت لك انا. صحيح انه هن صعبين، بس هن خيره الاوادم. لمجرد ارتبطت فيهم رسميا لعب شمال يمين ما بقى فيه. مخ. يعني بفهم من حديثك، حتى نور اللي كانت ميتة فيك بلشت تركضك. ولك يا حايف على الرجال. لا هذا اللي فهمته من كل اللي حكيته. ما انا عم بعمل هيك تما اركض، هلا الركض تركينه الك، بس انتبه على الركبه. معك حق. الو؟ اي نعم. مين؟ جنى؟ شو بدك؟ عن جد متر، عن جد سوري، انا كثير بعتذر. متر رامي اكبر ادمي بالدنيا وما بيستاهل حدا يضربه بسر ورد. وانت الحباب قلبك شو حلوه. عن جد عن جد العمى بقلبها شو منيحة وشو حلوة. برافو. تفضلوا الأكل حاضر. يعني عن جد رح أرجع على المكتب؟ بطق إذا ما برجع. يلا على الأكل. طلبت منك نحكي اليوم على رواق برات المكتب. انت رجال ادمي و... كتر خيرك. قلبك طيب. مزبوط. كيف عرفتي؟ بتفهمي بالابراج ما هيك؟ انا برجي برج الاسد متر، انت شو برجك؟ الجوزاء.
يا أهلين، يعني هيدا البرج اللي بوجين؟ لا هو مش بوجين، هو بيجمع الضدين. هلا خلينا بموضوعنا. يعني ما منطب الفنجان. أيوب أنا بعرف شو حالتك وأنت وضعك عقدك، وقضية لولا قد ما أنا ساعدك وحتى لو قدمت لك كل أتعابي ببلاش. ولك يا أهلين، والله بنت حليل ما كنت عارفك هالقد بنت أواديم، لأنه قصدي اللي بيشوف شعرك ومنخارك بيفتكرك لقيمة. مين؟ قول أنا مني هينة وبنت أوادي. أيوب في مصاريف أنت قادر تأمنها؟ إنه الله كبير، بدي مبلغ بكرة، أنا ما فيي أدفع من جيبتي. أعوذ بالله، أنا ما بقبل. وأنت معك مصاري شو بدك تعمل؟ ما بعرف، تعتير لحقني من ميل لميل. قلتك من وين بدي دبر مصاري؟ ما بعرف إنه لقيتها ندى، أصلاً هي مجبورة فيك، احكيها. يا لين، ما أنا إذا قلت لها بخاف أعلق بلسانها، لأنه هي أساساً ما معها خبر بالقصة. أيوب، ندى عدا عن إنه ما إلها خصة بقراراتك الشخصية، هي إنسانة منيحة كريمة وبنت بيت. طب بس اليوم الأحد لحقها عبكير، بتكون بعدها بالبيت. يعني راح أضطر خبرك كل شيء. ألو؟ لا لا واعي، عم بشرب قهوة. ليه حضرتك ببيروت؟ مرسي على العزيمة، ساعة واحدة بكون بالروسينو. في شي؟ أوكي أوكي باي. ماتر جبور؟ ايه. شو بو؟ عزمني على الغدا. هو إله بالعادة؟ طيب أنا رح روح شوف ماتر ندى، وإذا دبرت المصاري شو بعمل؟ حكيني. يا أهلين. باي أيوب. مبروك. سهر؟ لك مبروك يا عروس. ميرسي. دادا حبيبتي، ألف مبروك يا حبيبتي. ميرسي يا دادا. تفضل. مامي مبروك يا مام. عقبال ندى. وليد تركني بهمي، كنا نقول نور، هلا ندى رح اجيب اخرتي. عقبالك مسيو نايب. قريبا جدا. شو؟ بالاذن منكم يا جماعه. على فين ان شاء الله؟ لعند ندى هلا وقت غدا، ما منتاخر، بركي بنقنعها بتجي معنا. انا ما كان بدي اروح، هي المصره. شوفكم يلا باي. يا عمي مزبوطة نروح لعندها هلا؟ غدي هدي اختي، لازم العب للكل. عالتليفون ما بيمشي الحال. مبروك ستنا، مبروك خواجة، حسسني قلبي انه هيدي سنة الافراح بهالبيت. ميرسي يا اسعد. يعني هلا انتوا رح تتجوزوا قبل ست ندى؟ ايه ليه؟ عيب؟ لا بس كنت بفكر انه لازم البنت الكبيرة تتجوز قبل الصغيرة. اسعد وين بعدك عايش؟ بأي قرن؟ اصلا قلبي حاسس انه ندى ما رح تتجوز هلا، اجر لقدام واجر لورا. يلا روح حضر لي السياره. اوكي عجل. بوتسي حبيبي، بوتسي انت مالي غيرك. انا هات اشوف مين. الو. Yes, it's me. من برا. ألو. ماهر. شو بدك؟ سافا منيحة. أنت كيف؟ شو؟ لي. أنا غلطان. بعترف إني غلطت. ومستعد أتحمل كل المسؤولية.
صدقيني ما بدي منك شيء ولا شيء، بس لازم تعرفي انه يارا بريئة. يا الله حشت تحكي هيك لي، والله العظيم وحياة ربي يارا بريئة ما لها دعوة بشي. دخيلك لي بعت حدا من لبنان لهون يساعدها، هون الامور على السلو موشن. صدقيني لين بريئة، لين صدقيني يارا بريئة، انا ويارا ما كان معنا خبر. الو الو يا يارا، انا مصدقتك واهلك كمان مصدقينك. يا عمي مش وقته هالحكي هيدا، شو قصتك انت؟ اهتميلي بحالك هلا، انا بهاليومين كون عندك. خلاص روقي، نحن رايقين، نحن كتير رايقين. يلا باي. كل هم ما تكونوا مصدقينا، بس الحمد لله معنوياتها عالية يا رقبة ضاي، ما بينخاف عليها. ريتها تقبرني بعد صغيري على البهدلة والحبس. المهم إنها بريئة هلا، وهيدا المهم. أنا بفتح. كله الحق علي، أنا اللي وصلت يارا لهون. أي أنتي يا عمي وينك هرباني مني؟ لا لا أبدا مش عايز شيء، يعني بعد الظهر أو مسويات. هلأ عندي مهمة شبه مستحيلة، ادعيلي. جدو كيفه؟ سلميلي عليه وبوسي وقليله بيت العواد ممنوع يقشطه. أوكي. ما بتعرفي شو حاسة، قلبي رح يوقف. تقبليني ولزارة رح تصيري مدام ولي؟ يعني مش زعلانة؟ زعلانة؟ عم قلك قلبي رح يوقف، هشو بدي ازعل؟ لأني رح اتجوز قبلك. ولي يا هبول، شو الزواج مثل المدرسة؟ يعني الأكبر مفروض يكون بالصف الأعلى؟ معك حق. مين بيقول شرط صغير بوصلنا على الحبس الكبير؟ قولي له هالشرط وصلنا كلنا على مطارح عجيبة غريبة. إنه معقولة أنت كنت مفكرة إنه أنا ما فيي أقلع لحالي بدون بابي ومصريات بابي ومعارف بابي؟ كنت مفتكرتك مانك قادرة تتخلي عن حياتك الهنية، وكل حكياتك بالونات بالهواء. وشو طلعوا؟ أنا خسرت. بس ربحتي غدية، وخسرتيني أعز صديق لإلي. يلا حضري حالك، مرقين ناخدك على الغداء أنا وغدية. لا 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 نور، حبيبتي ما قلتلي تروح محل. بلا سؤالة. دخليك؟ شو جد أنت ورامي؟ جد أنا ورامي. جد إنه تركنا. اف نور بحكيكي بعدين حبيبي، عم ادق الباب. يلا باي. تركوا؟ شو بهون هالجوز؟ ما بيتفقوا مع بعض. تركوا، بكره بيرجعوا. قولي غدي قال. استغلت غيابي وظهرت مع دكتور عامر، هي الغلطانة. شو يعني غدا مع هيدي غنوة؟ اسمعني خيي، ما حدا بيعرف مصلحتك قدي. ليك ما تخلي القصة تطول بيناتكن، روح لعند ندى وصالحها، البنت بتحبك. مبين هي ياسر هلأ وقتها، كنا تغدينا عنا بالبيت. يا عيب الشوم على هالحكي، يا عمي سلامة خيركن، هيدي العزيمة مش من قيمتكن. بس بصراحة أنا قلت كرمال راوية، بركي بتغير جو. بعرف قلبكن مكوي عيارة، بس إن شاء الله قرب الفرج يا رب. شو ياسر؟ رجعت حليمة؟ مرحبا. اهلا اهلا اهلا. الله يسلمك. لا حليمه ولا سليمه، بدك تعتبري من يوم ورايح مدام مي مثل اختي. اتفقنا؟ انتبهي. حيدا رامي شوفوه. انا هو منه هاتي، شاف الدكتور طالع لعنده. انت واحد مجذوب ايوب، مش قلبك طيب، سامع شو؟ ايوب المجذوب. والله انه شو الفرق متر مع متر غنوة؟ هلا متر غنوة قالت لي قلبي طيب، يعني قصدها اني انا مجذوب؟ هلا من عقلك بتروح بتطلب مساعدة متر غنوة بالوقت اللي حضرتك بتشتغل عندي بمكتبي انا بمكتبي متر مدى، مش معبيت لك عينك؟ لا ما هيك، بس انا
ماتر خفت خبرك شو القصة، تقومي مثل العادة تبهدليني وتضربيني. خفت بهدلك ولا خفت يطلع معي حق وبعدين بهدلك؟ اسمع شو عم بقلك أيوب، بتقلها لغنوة توقف كل شيء وممنوع تعمل شيء من اللي قلت لي اياه، خلت تنقبل تختخ بالحبس هيدي السراقة. لا دخيلك دخيلك ماتر، أنا بحبها. بتحبها؟ إيه أكيد أيوب، لا متهيأ لك إنك بتحبها. هالبنت أكيد قالت لك شي كلمتين هيك حلوين وحضرتك ارتخيت مثل العادة ودخت. أعطيني رقم غنوة. لا 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 مش فاضية مش فاضية. لك أيوب بلكز بيتك، أعطيني رقم غنوة هلا. وحياتك ماتر مش فاضية، راحت تتغدى بالمطعم هي وماتر رامي. هي ومين؟ ماتر رامي بهذا المطعم الراسي روسي. أيوب بقى هذا اسمه دمول روسينيول. روسينيول مي 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 يا الله شو هذا هو. مرسي متر، أنا أخذت الغرض، يا أهلين. تفضل. تشرب شيء؟ لا ثانك يو. ندى جاي أعزمك على الغداء. هي قصرت لحالي. بتعرف بكره نهار الأحد. ليه بقى؟ شو بعرفني؟ بحس هيك زهق وما عندي شيء أعمله. تشرف، تسلى بحالي، ليك ملا منظر. مش هيك رح نتغدى سوا؟ ليش لا؟ بس عشرت وين ما انت بدك، على القمر على المريخ، المهم كون انا وياكي. مش غلط، خليني احضر حالي. غريب، ما كانت تركي خطيبه، او يمكن ما كانت تحبه. شو هالاعصاب البارده؟ ما بعرف. معقول ماهر ما يكون عارف؟ شو كذاب كذاب وبس، قاعد يحلف لي ويتحلف لي على كل مش الحق عليه. انت كنت عن جد مصدقه انه القصه سهره وفرجه وقبضنا وخلاص وباي باي وميرسي؟ نبهني نبهني ونبهتني، بس انا مثل الهبله لا سمعت ولا اشعت. مين؟ صديق ما كنت مع برتو، بس طلع نظيف ومرتب أكثر بمليون مرة من هيدا. والتانية صديقتك المحامية ما هيك؟ جاي بكرة؟ Don't be so upset. Stop thinking. This is her. And you're going to be sick or mad. Man, I'm sick. And I'm mad too. And all of this because of you. Yes! حرام هالبنت، كيف تعمل هيك؟ كيف بتركب هالفيلم كله؟ وحياة الله مجنونة. بعدين مش عارفة انه هيدا خربان بيوت. هلا هيدا قصة وخلصنا منه. ماتر في اسألك سؤال بس ما بتتضايق؟ حسب. ما بعرف كيف رح تطلع مني. كان في شي بينك وبين جنى؟ يعني فهمت عليك. لا ما كان في شي بيناتنا. بك شي ماتر؟ لا لا ما بني شي.
هيدا مطعمي البريفيري. أكيد أكله طيب؟ كتير طيب وأنا كتير جوعانة. يجلي بس ما نام منيح بعد النهار كتير جوعانة. وأنت؟ لا شو بدك تطلبي؟ حيالله شي، قلت لك كل شي طيب. ندى أنا كتير مبسوط إنك قبلتي عزيمتي على الغدا اليوم، مع إني زعلان على زعلك أنت ومات الرامية. ليه؟ ما في لزوم تزعل. ما بعرف، حاسس إني أنا السبب. ولا بهالطريقة عم تعطي لحالك أهمية كتير، لا؟ ما هيك؟ يه؟ هيدي ندى هون؟ ايه ونحن شو خصنا؟ نحن ما قشعناها وهي ما قشعتنا. شو في مخانقين؟ ليه بقى؟ مش مخانقين، تركنا. امتى؟ ما امبارح كنتوا سوا ومغرومين و... واليوم تركنا. كرمال هيك عزمتني على الغداء؟ لا مش كرمال هيك ماتر، عزمتك لخبرك عن جنى وريم وهاني بالجبل. ضايقتي؟ طيب خلينا نفل. ابدا ابدا، بس هلا ندى اذا شايفتني رح تفهم غلط. اخر همي هي قاعده مع واحد تاني غيري، عم تضحك ولا عبالة، بس أنا قاعد هون مقهور وزعلان ومعصب. بتحبها كتير. وهي لا؟ وهي كمان، بس ندى غريبة، بتتصرف غير عن كل الناس، بتكون من جوا هي عم تاكل حالها، بس ما بتحطها على نفسها واطية. كيسك عامر. كأني شايف مات الرامي قاعد هونيك. ما بعرف يعني. ندى انت جبتيني على هالمطعم لانه عارفة انه رامي هون. لا رامي ما بيهمني. ايه ان شاء الله يقدو. مصيبة اذا ما قدو. يلا هالشهر لا كهرباء لا مي لا أجار لا دكاني لا أكل. الله كبير. بس المهم لولا لولا تظهر من الحبس. ماتر غنوة، كنت قولي لي انه بدك اياه لماتر رامي جبور. كنت تركت لك اياه. ما نحن اصحاب. لا ايه بس انا اليوم ما تبرر يا غنوة. انا نزلت للبي عزيمتك وما في لزوم تبرر. عامر ما في لزوم تبرر. نمشي غنوة؟ ايه نمشي. نمشي. الو. يس ام لين. هو سبيكينج؟ وات وات اند هاو از هي ناو؟ اوكي ثانك يو. يا الله يا الله يا ماهر يا الله، شو كل هالمصايب؟ شو كان بدنا بكل هالمصايب؟ شو بدي اعمل هلا؟ شو لازم اعمل؟
الو ايلين. لا ماني بالبيت. شو في؟ لا شو في كمان؟ كريزة قلبه مات؟ مين؟ طيب طيب انا رايحة على البيت. يا ندى مين؟ ايوب ايوب نايم؟ شو صار لك زمان ناطرني؟ تقريبا تقريبا متر. طب تفضل. لا ميرسي. تفضلي انت عديهم. بيقدوا؟ هلا المفروض يسيسروا لنا امورنا شوي. يا ريت لو بيسيسروها كثير لانه هيدا كل معاشي. قبضتك ندى؟ يا اهلين قطوع ومرق وحياتك لو ما اشيها ناس كان عزرائيل قبضني اليوم. يلا بخاطرك. خلص بكره بنهتم بلولا. دخيلك متر هيدي ما وجه وجه مخافر وبهدله. هلا هلا بتكون مقهوره. يا اهلين يلا. بتجرح يمين شمال كانه هو حاسس فيي. بس انا ما غلطت. تستفيل تفكر اللي بدي اياه. بس انا ما غلطت. ايه ليلو بلا سينا وجينا هلا. خلص بليز لقيني بعد ساعتين على الاجانس. اوعى تتاخر شي ضروري ليلو بشرفك. يلا باي. أسعد رورو إنه هلأ ضروري تسمعي لك شي كلمتين. دول جاكيتات صوف، الدنيا برد في أوروبا. لك عمرهم 100 سنة. من عقلك هودي ندى رح تلبسهم؟ آه هتلبسهم. في ناس بتلبس الهدوم 5 سنين و10 سنين كمان. أكيد عم تحكي عن حالي. يا جماعة روقوا شوي. أسعد حط الأغراض بالصندوق وخلونا نمشي. خلصونا. تفضلي مدام. أنا معي باسبور أجنبي من الماما الله يرحمها. بقدر فوت على كل البلدين وماني بحاجة لفيزا. أنا كمان الماما فرنسوية بس بعدها عايشة. إيه عال لك أنا حضرة تيكتس بكرة بسافر أنا وياك. لين شو قصتنا؟ الله كبير ليه عم تعملي بحالك هيك؟ بتعرفي بالرغم من كل شيء ومع كل غضبي عليه بس ما كنت مستنظرة هيك. مش قادرة اتخيل ماهر بين الحياة والموت عامل ذبحة وهيك نايم بالتخت. صحيح الأعمار بإيد الله بس الطبابة الدقيقة والمراقبة بيلعبوا دارهم كمان. ما المشكلة إنه لا بعرف البلد ولا المستشفيات ولا الأطباء هنيك. بينخاف كمان من الأهمال. ماهر غريب متهم وموقوف وبمستشفى. ندى بشرفك ما تزيدي عقلبي كمان. لو تقبليني شو قصتك ما أنا كمان مشغول بالي. بتحبوا سافر معكم؟ أنا حكيم شاطر في سافر معكم وراقب العلاج بحكي الحكمة هونيك وبكون حطكم. عم تحكي جد؟ يا ريت. أكيد لا أكيد لا لأنه دكتور عامر عنده المرضى تبعه بالمستشفى وما بيقدر يتركه. ما هيك؟ بتصل بالمستشفى بقطع تيكت وبسافر معكم. خلصت القصة. يي أكيد عن جد يا ريت. لك شو يا ريت؟ لين شو قصتك؟ بلا مزح خلونا بالجد. والله عم بحكي جد. هيك فرد مرة بشوف أمي إلي 5 سنين مش شايفها. ما على أساس إنه أمك فرنسوية بس إلها فترة عايشة بقبرص. آه نيالنا